متلخبطة ليه يا اخوانا؟ قولوا لهم راح يعملوا جاي مرتب حواراتي. انا فجأة لقيتني في وسطيكم بحاوركم واعرف حكاويكم، كلمة في حدوتة في حكاية عملوني مذيع. يلا نصور ولقيتني بذيع وهذيع وهذيع، وانا هبقى مذيع راح يبقى مذيع. طب ينفع كده؟ طيب وهذيع وهذيع، انا هبقى مذيع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صعب جدا ان حد يقول لك خد ميكروفون واشتغل مذيع لاول واخر مره. صعب جدا. عايز تنقي موضوع يشد كل واحد باصص لك، في مهم وفي اهم. مشاكلنا كتير، ولو اتكلمنا عن مشاكلنا هتاخد بقى مش مذيع لاول واخر، لا ده ولا مره. مشاكلنا لما تبص حوالينا وانت ماشي في الشارع تلاقي في ناس سرحانة وناس زهقانة وفي ناس تعبانة، واحد بيكلم نفسه تعبان، واحد بيضحك، واحد بيسمع. اختلاف الأمزجة هو اللي عمل تكوينة غريبة جدا لفتت نظري النهاردة. قلت انا لو اتكلمت فيها ممكن جدا محدش يمل مني، وهي الفطرة. بص كده حواليك هتلاقي كل واحد ليه فطرته الخاصة بيه هو بس، اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها له. ولو بصينا مثل قريب لينا قوي للزرع، اي حد عنده ارض او شاف ارض فبيلاقي في الزرع معنى الكلام اللي احنا هنفهمه في الحلقة دي. بيلاقي في الزرع ده حلو قوي، ده ليمون مر قوي، ده برتقان مزز، ده سرطان طالع للكمثرى، ده وكلهم بيتسقوا ميه واحده وكلهم مزروعين في ارض واحده، ولكن كل زرع بيختلف عن التاني. وفجاه بتجد زرع فطري، في ناس بتقول عليه والعياذ بالله شيطاني، ده لفظ انا ما بحبوش لان ما فيش زرع شيطاني ابدا، كله زرع رباني. تلاقي زرع انا مش عارف ايه ده، انما بستسيغ لونه، بحب لونه، في غيري ما بيستسيغش لونه بالظبط. لو عكسنا ده على حياتنا هنلاقي فطرتنا مختلفة، اللي هي بتشكل أذواقنا كلها المختلفة. احنا الشعب الوحيد اللي غنى أغاني عكس بعض وانسجمنا منها وانبسطنا وغنيناها كتير. منها فيك عشرة كوتشينة، ناس بتغني للكوتشينة غنيناها. شفتي بتاكلني انا في عرضك، هل تتخيلوا ان ده كلام ممكن حد يغنيه؟ غنته مصر. ولعلمكم ان لحن شفتي بتاكلني انا في عرضك هو نفس الملحن الاستاذ العظيم الاصابجي اللي عمل رق الحبيب. تصوروا رق الحبيب
وشفتي بتكوني انا في عرضك. وصلنا باختلاف الاذواق ان كل واحد ليه ذوقه. في ناس بيسموها ظاهره، في ناس بيسموها موضه، في ناس بتحطها تحت اي مسميات، انما في النهايه هي فطره هبه الله سبحانه وتعالى، لا بالدراسه ولا بالعلام ولا باي حاجه. النهارده بقى معانا شيء اختلفنا فيه اتفقنا فيه، ولكنه فرض نفسه على الساحه الفنيه كمطرب. ومطرب لما تيجي تسمعه من اول ما بطل السجاير طبعا عرفت انا مع مين. اخونا هبه الله شعبان عبد الرحيم. اهلا يا شعبان. صباح فل يا مسعود. اهلا بيك. اهلا بيك. انا لست مذيعا يا اخواتي، ولا جاي مرتب حواراتي، انا فجاه لقيتني في وسطيكم بحاوركم واعرف حكاويكم، كلمه في حدوته في حكايه عملوني مذيع. انا مش هعمل بقى زي المذيعين وبتاع وكلا، لا احنا هنقعد قعده مفكوكه بنقول من القلب للقلب. في ناس كتير عايزه شافت شعبان عبد الرحيم، بس جذور شعبان اللي هو من الاول من البدايه اعرف البطاقه بسرعه، البطاقه الشخصيه. انا معايا عائليه. الاسم معايا عائليه. العائليه طبعا يعني تنفع العائليه؟ احنا لنا بركه الله هم. الاسم انا اسمي الحقيقي اسمي قاسم عبد الرحيم حسن. انا قاعد مع قاسم. اللي هي قاسم بص في عينيا وشوف ايه انكتب فيها يا قاسم يا عيني. طيب الحاله الاجتماعيه؟ متجوز ومعايا عيال كتير بصراحه، يعني 47 47 عيل؟ 22 لا 12 يعني بتاع سته. سته ربنا يخليهم لك. الله يخليك يا باشا. السن ولا مكسوف تقول زي؟ لا انا مواليد 55، معرفش يبقوا كام سنه بقى. 55 ده انت صغير قوي يعني. باين انه 55 سنه. الجذور عشان نبتدي زي الزرع. الجذور منين؟ انا مولود في عزبه بلال في الشرابيه. هنا في مصر يعني. الاب؟ ابويا صعيدي من سوهاج. مهنه؟ مركز تحت مديريه سوهاج. ابويا اساسا شغلته مكواجي، هو عم مكواجي مش مكواجي من الخنافس المكواجي الايد ده، لا ده مكواجي رجل قديم بتاع زمان محترم. طيب وطلعنا كلنا بقى انا واخواتي معاه، طلعنا كلنا بقى مكواجي بالرجل. محدش لا مفيش الايد دي لحد دلوقتي، ما اخواتي فيها لحد دلوقتي بالرجل لحد دلوقتي. ده الوالد. اكبر اخواتك انت؟ انت الكبير. شعبان بدا امتى بقى؟ كان سنك قد ايه لما بدات بقى تواجه الناس؟ انا بغني من زمان قوي عم سيد، من مثلا وانا عندي 15 سنه بغني بقى حوالين بيتنا وفي الافراح الصغيره اللي هي في المنطقه، يعني الاقي فرح فوق الصوت هطلع اغني، الاقي فرح في اي حته فوق السكه الحديد، في فرن، في فرن، في شقه، في بيت، تحت اي حاجه اروح اغني. في البدايه. البداية. فاكر الكلام؟ أنا كنت بغني زمان لمحمود شكوكو، وكنت بغني لعبد المنطلب. يعني اللي بدأت عبد مين؟ عبد المنطلب. المنطلب؟ أبو نور. بدأت بيهم يعني، أدندل لأم كلثوم حاجات كده. كان في زمان مطرب طبعا أنت أكيد عارفه، أنور العسكري. ودلل يا دلال. دلل يا دلال. دلل الرجل الذي صلى على النبي. وده يوم الثلاث الذي فاكر انت؟ هو ده بقى. انا بدات زيه يعني، غنيت زيه. كان بدايتك انور. انور العسكري. يعني هو بيعتبر زي ما الناس بتقول يعني مين مثلك الاعلى، انا مثلي الاعلى انور العسكري. فاكر الفلوس اللي كنت بتاخدها؟ هي فلوس صغيره قوي بس كانت حلوه قوي برضه عم سعيد. يعني كانت فلوس صغيره بس حلوه. خمسة؟ يعني خمسة، عشرة، سبعة. ساعات مفيش. وساعات مفيش لحد ما كبرت كده وانا بغني عم سعيد في الافراح،
انا ما تعرفتش اولا الا من ساعه شريط بطل السجاير واسرائيل الشويه الاخرانيين دول في رمضان اللي فات. انما قبل كده بقى كنت انا مقضيها افراح بلدي في الشارع، يا الظابط يجي يشطب الفرح يا واحد شقي يجي يشطب الفرح، كانت هي دي اللي كنت تستنى على واحد من الاثنين لازم يجي، لازم يا ده يا ده اي حد، المهم ان الفرح يبوظ ونقبض بقى نص قبض يا ما قبضناش هي وظروفها. ده السبب الجايز الرئيسي الوحيد اللي مثلا لما انا تعرفت في رمضان عوض لي بقيه الافراح اللي هي كسرت زمان دي. كترت الفلوس يعني الحمد لله ظبطت معايا كده. بس لو سالتك بامانه الله وحياه عيالك ايام الفلوس دي احلى ولا ايام الخمسايه؟ لا هو ايام الخمسايه بيني وبينك بصراحه، والله رغم البواكي والحمد لله يعني، بس ايام الخمسايه ما كانش الواحد عيل هم حاجه. انت عيل هم ايه دلوقتي يا شعبان؟ الدنيا كلها. الدنيا؟ الدنيا كلها الواحد عيل همها. مفرداتها يعني قسمها لي في ايه؟ يعني العيال؟ طبعا العيال اول حاجه. اول حاجه. غير عيال؟ بقيت اي حاجه في الدنيا، اي حاجه الواحد ماشي في الدنيا عامل حسابها. الان طبعا الان الان عبد الرحيم يا اخوانا قولوا لهم راح يعملوا ايه. طب شعب انا هقول لك سؤال بس ايه ركز فيه يعني لان انا قصد حاجه يعني. ماشي اتفضل. كيف تفسر انبثاق الخط البياني البؤري الذي ينبثق من خلال كينونه الكوادر الشخصيه لازدواجنا نفسنا؟ هل ده ممكن يتناقش في هيئة الأمم؟ لا لا إلا الله محمد رسول الله. ده إيه دي اسمها إيه دي؟ قولها تاني. لا 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 أنا عايز أفسر لك إيه؟ إن أحيانا بنفهم بسهولة جدا وأحيانا لازم نركز عشان نفهم. لا أنا الحمد لله في الفهم ده، الحاجات دي بتاعت ربنا طبعا يعني مش مهم بقى يعني على طول الحمد لله. طبعا أنت بتقول كوادر، أنا عارف إن الكوادر دي اللي هي الكادر بتاع العجلة. كادر بتاع العجلة. أنا لست مذيعا يا إخواتي ولا جاي مرتب حواراتي، أنا فجأة لقيتني في وسطيكم بحاوركم وأعرف حكاويكم، كلمة في حد في حكايه عملوني مذيع. لو احنا بقى ابتدينا مع شعبان نفس المشاكل من اولها، النقد اللاذع قوي سواء اتظلمت او ما اتظلمتش او راي صحفي فيك راي، ايه اخر حاجه زعلتك قوي؟ انا الحمد لله عم سيد ما فيش اي حاجه بتزعلني، انا مؤمن بحاجه اسمها ايه، كل واحد ليه شغله. يعني انا شغلتي دلوقتي مثلا انا غني، في واحد شغلته مصور، واحد شغلته صنايعي، واحد شغلته صحفي لازم يكتب. يعني هو شغلته صحفي لازم يكتب، بس يا ريت يكتب ما يخبطش في الحلل. يعني ايه في الحلل؟ يعني يكتب برضو ان شاء الله، يعني يعني يحط حاجه خفيفه من عنده، يعني ما يدوس على الموضوع قوي كله براحه. يعني بحنيه يهزق بالراحه مثلا، يعني يشتمني بالراحه، شتمني بس ضحكني وانت بتشتمني يعني، مش تشتمني وكمان قلمين. انت معبي في حاجه قاسيه ربنا هو حصلت اثرت فيك منهم من اخواننا دول؟ هو انا اكتر حاجه طلعت اشاعه عليا ان انا اتجوزت وفاء عامر، وطبعا ده ما حصلش. دي اول كتبت في الجرايد، كتبت في الجرايد وقلبت الدنيا وزعلنا انا ومراتي وعملنا شغلانه. انا ده طبعا ما حصلش. تاني يوم بعد ما دي قربت تخف شويه قال لك شعبان في بنت في الجامعه بتجري وراها عايزه تضربه بميه نار، وانا عملت لها محضر مش عارف في اسم ايه، وبرده ده ما حصلش خالص. ولا رحت الاسم ولا رحت المحضر. تقول لهم ايه بقى؟ انت عارف ان صحافه صفرة يعني ايه طبعا؟ صحافه صفرة؟ انت عرفت انهم لونوها؟ والله العظيم يا عم سيد وحياه القران، وحياه القران ربنا حاسبني انا ما اعرفش ايه الصحافه الصفراء. لو قلت لك دي صحافه بيضه ولا صحافه صفراء؟ طبعا البيضه البيضه كويسه يبقى الصفراء، يبقى هو ده الصحافه الصفراء. مش تقول له ايه بقى اللي هو الصحافه الصفراء؟ تقول له ايه اللي كتب عنك ده؟ بقول له خليك جدع، يعني ما اقدرش انا اغلط، مش ما اقدرش ما ارضاش، او انا ما بحبش اغلط. اقول له خليك جدع اكتب يعني المظبوط واللي يحصل.
شايفة متلخبطة ليه؟ لو قلت لك جملة بالسنين دي وملكة الفن اللي عندك تقدر تلحنها على هوا واحنا قاعدين مع بعض؟ جملة؟ جملة واحدة. لا ده انا لحن الشريك كله دلوقتي. لا انا عايز جملة منك هقولها لك بس انت لحنها على هوا عشان نعرف ازاي السنين دي عملت في شعبان ايه بحيث انه ياخد جملة ويروح ملحنها واحنا قاعدين. الجملة بتقول يا خسارتك يا حمام يا رمز للسلام يومات بندبحوك وبنعملك برام. السيد مول السيد مول احمد بيكرر نفسه معاك فرقه موسيقيه كامله وكل حاجه ونفس الجمله في كل الاغاني. طب ليه حبك للتنوع مش موجود؟ انا عامل خط ليا بالنسبه للساحه مليانه مطربين كتير يجي 500 مطرب فلازم ابقى انا معروف. انت خدت دي هو ده كلام شعبان عبد الرحيم. حتى لو الحاج سيد غنى الشويه دول في اي مكان او اي حد يقول لك شعبان عبد الرحيم بس خلاص. مش هفضل اسمع دي طول عمري. انا عايز انا حبيت شعبان. ما انا بقى حاج سيد اللي بيحصل انا مش كل شريط لا 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 انا بسعب كده دي اغنيه واحده بس اغنيه في كل شريط انما الشريك كله في تنويع في تنويع في جمل تانية جمل تانية. يعني اذا اسمعك حاجة غير الموضوع ده غير اللحن غير ده رزق الميد مول لا 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 Thank you.
برضو قلت ايه برضو ايه دي بقى غير الايه التانية هما ايهين الاهات كتير في الغنى. اسمح لي يا شعبان انا هستعير من مذيعة كبيرة قوي في العالم اسمها باربارا والتز. باربارا والتز ده اكبر مذيعة في العالم بتاخد فلوس عشان حاجة واحدة جريئة جدا بتقول اسئلة صعبة جدا. اهلا وسهلا اتفضل. عندها جرأة مع كل الناس الكبار بس بتعمل انترفيوهات. فانا هستسمحك واستحملني في الشوية اللي هقولهم لك بدال لان انا جريئة جدا. فمن ضمن اسئلتها مثلا لو قعدت معاها هتستحملها طبعا مش طبعا كان. على دماغي طبعا. هي من النوعية اللي تيجي تقول لك ايه استاذ شعبان احنا عملنا استفتاء بالنسبة لك كمطرب على الشكل والمضمون طلع الشكل 2.5% بيقولوا انك كويس وواحد ونص في المضمون. انت ايه رأيك في الشكل المطرب ومضمونه المضمون مضمون؟ نعم انا مش عارف يعني ايه 2.5 وواحد ونص يعني في شكل وفي مضمون. هم عملوا استفتاء هي دايما تقول الاسئلة دي ان الاستفتاء قال ان الشكل مش المضمون كذا في المية والشكل انت ايه رأيك في الشكل والمضمون عشان نعرف مضموني وارتضيت باللوم مضموني المضمون ايه هو بالنسبة لشعبان؟ مضمون واحد مضمون في عقله مضمون لا هو ده المضمون المضمون اه انما الموضوع كله المضمون بتاع ربنا والقبول بتاع ربنا مفهوش بقى 2.5% ولا 15% ولا شكل ولا مضمون ولا منظر ولا اي حاجه زي يخلي الواحد يبقى مطرب او الناس تحبه ده ملوش دعوه باي مواويل. ما قالكش دعوه بلا شكل ولا مضمون. مضمون انك تضمن وتقفش. تقفش ايه يعني؟ تقبض مقبوض. ده المضمون. المضمون اضمن لي النهارده وموتني بكره. هذا هو المضمون. الشكل والمضمون والمضموم ان انا اضمن فلوسي. انا لست مذيعا يا اخواتي ولا جاي مرتب حواراتي. انا فجأة لقيتني في وسطيكم بحاوركم واعرف حكاويكم. كلمة في حدودة في حكاية عملوني مذيع. تؤمن بالاغنية السياسية؟ انا ما اعرفش ايه الاغنية السياسية. ما هي دي انا بكره اسرائيل دي عاطفية دي سياسية طبعا. تؤمن طبعا انا اعملها تسيس اغانيك؟ طبعا انا اعملها تناقش قضايانا في السياسة بأغاني. انا بقول اهو طبعا انا عامل كل الاغاني بتاعتي شكل ان انا يعني بوعي الشباب والناس والحاجات. في شعبان في حياتنا عرفنا مطربين عظماء. الفيس بريسلي عارفه طبعا. تسمع الاسم ده الفيس بريسلي ده ايه ده اكل؟ الفيس بريسلي لا والله ما خدش بالي منه. ده جون البرازيل كان سمع. وانا هبقى مذيع راح يبقى مذيع. طب ينفع كده؟ طيب وهذي وهذي انا هبقى مذيع نصيب راح يبقى مذيع. طب شعبان عشان المتفرج اللي قاعد عايز يعرف شعبان قد ايه الطيبه اللي جواه. انا عايز اسالك سؤال بس تجاوبني بسرعه. لو راكب قارب ومعاك امك ومراتك وعيالك واخوك وليك تنقذ واحد بايدك وتعوم بالتانية تاخد مين من غير ما تحس؟ اخد امي. وتسيب عيالك؟ اسيب العيال ومراتي والدنيا والدول كلها. شعبان لو انت طالع القمر ومش جاي تاني هقول لك خد حاجه واحده من اللي هقوله لك حاجه واحده بس لانك عارف انك مش راجع. انت عارف طبعا ان في اتوبيسات دلوقتي وشغلانه على فوق. امال ايه؟ فانا هقول لك خد حاجه واحده من الاتي. تاخد ايه من الحيوانات؟ نوع واحد نقي. اخد شويه سمك. لا ده مش حيوان. امال ايه؟ حيوان. هتاخد نوع واحد من الحيوانات. في كتير حيوانات موجوده حمار الوحش والقرد والزرافه في كتير. خد نوع واحد. مش عارف ليه ما تحبه.
عارف انك مش راجع القمر الارض تاني، فقال لك خد نوع واحد معاك من اللي حوله لك من الحيوانات. تاخد ايه؟ في ناس بتقول كلاب، في ناس بتقول اخد كلب ولف. ولف من الطيور، تاخد اي نوع؟ اي نوع من الطيور؟ الحمام. الحمام، حمام السلام اللي عملنا له اللحن ده. طيب شريط واحد كاسيت للرجاله، تاخد شريط مين؟ عبد الوهاب. عبد الوهاب. للستات شريط كاسيت واحد ام كلثوم. ام كلثوم. كتاب واحد من الكتب اللي موجوده على الارض هتاخده معاك، ايه هو؟ لأنيس منصور. لأنيس منصور. من الالوان، في علب الوان ازرق واسود وابيض واحمر، كل الالوان، تاخد برميل لونه ايه؟ ابيض. تاخد الابيض. ابيض. اكلات، اكله واحده تاخد ايه؟ ملوخيه. ملوخيه عشان تاكلها فوق. ما فيش فوق ملوخيه باين. انا بحيي فطرتك، فطرتك العظيمه. الاسئله دي ممكن جدا بتختلف. لا مع بس كل أنا واحد ما بفطرش ملوخيه. ما انا عارف انك مش هتفطر بيها، انت هتقسمها على الايام. الاسئله دي اصلها بتبين لو ايه يعني. في ناس يقول لك انا اخذ من الطيور البغبغان عشان يكلمني. ده بيبقى نسبه ذكائه عاليه. في ناس يقول لك من الكتب. مش أنيس منصور، اخذ كتاب الله. لا اله الا الله ونعم بالله. في ناس تقول لك اللون كذا بيدل على كذا. يعني الاسئله في مجملها بتقول مين اللي قدامك ده من جواه. صح. ففطرتك ده انا كده طلعت ولا حاجه بقى؟ لا ده انت طلعت كل حاجه يا شعبان، انك فطري بدرجه ربنا اكرمك. ان سبحانه وتعالى دايما في دعاء محبب ليا او يقول لك اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك يا رب العالمين. الحمد لله. وانا اعتقد انك قلت مره انت رحت الحجاز كانت مع امي. ايوه احكي لي الحكايه. رحت بعمل عمره مع امي، وبعدين ما كانش في نيتي اللي انا اروح معاها. يعني انا كنت ناوي اساسا ابعت اخويا، بس الظروف اللي حصلت انا اللي برضه اللي رحت. فانا بصلي دعيت من ربنا والنبي يا رب والنبي بحق هذا الكعبه دي، بحق هذا الكعبه يتفرج عليها جمهور قد الناس اللي بتصلي دي ويسمعوني. الله. كان بقى في العشر الاواخر دول جمهور ايه الناس اللي بتصلي دي؟ ما تشوفش يعني يا ظهر يا دماغ بس. ربنا يوفقك. مفيش. اللهم صل على النبي. يعني تبص كده ناس وكده، مفيش، ما تشوفش جبل ولا اي غير ناس. طب انا لو قلت لشعبان المخضرم فنيا، في اتنين مطربين خدوا من بعض، انا مش هقول ايه اقتبسوا، لا خدوا من بعض غنوه نفس اللحن، واللحن فرقع بس دي غنوه ودي غنوه، هقولهم لك. عايزك تقول لي، تقول ايه ده وتقول ايه ده. واحد بيقول ايه؟ ثانيه بثانيه حجار. والتاني بعد الشرح قايل ايه؟ الحلو. ثانيه بثانيه. فاكر ده الحلو محمد الحلو. لحن طلع بعديها بيقول ايه؟ النبيه تترجى فيا ضرب البلال ضرب البلال ثانيه بثانيه تترجى فيا. خدت بالك انت من ال تقول لي ده ايه وتقول لي ده ايه؟ ومش عارف الملحن هو واحد باين. لا الملحن مش واحد. اما هو ده اللي ايه؟ ده اللي مخليني بقى انا اخد الخط بتاعي عشان ولا حد يقول عليه. انا اول مره راح ابقى مذيع، ودي اخر مره راح اقول وحذيع. هي دي حياتنا، عباره عن سفره قدامك كبيره جدا، فيها الديك الرومي، فيها البفتيك، فيها المكرونه، فيها البكتة، فيها طبق جبنة على القوطة بزيت الزيتون. في ناس بتسيب كل ده وبتاكل طبق الجبنة بزيت الزيتون بالقوطة، طبق الفول بالثوم بالبصل. كلنا ما بناكلش زي بعض، كلنا أذواقنا مش زي بعض، ودي حكمة ربنا الكبيرة. لأن كلنا لو حبينا الأسود هتبقى كارثة، كلنا لو حبينا ناكل ديك رومي بس هتبقى مصيبة. انما من نعم ربنا علينا انه غير اذواقنا وبقى ذوق ده غير ده. والفطره شفناها مش بالذكاء، الفطره
في الفن، يقول لك ده ذكي بالفطرة. النهاردة شفنا فنان بالفطرة ربنا وهبه لينا علشان نحس باختلاف آرائنا فيه. في ناس حبته وناس بتقول كذا وناس بتقول ظاهرة، إنما المهم اختلفت أذواقنا جميعا، ده دليل على إن ربنا بيحبنا. وعلى رأي إخواننا اليابانيين لما قالوا إذا اتفقت الأذواق لبارت السلع. شكرا، كل سنة وانتم طيبين. متلخبطة ليه يا اخوانا؟ قولوا لهم راح يعملوا ايه؟ الاول مره راح يبقى مذيع، والاخر مره هتقول وتذيع. انا اول مره راح ابقى مذيع، لست مذيعا يا اخواتي، ولا جاي مرتب حواراتي. انا فجأة لقيتني في وسطيكم بحاوركم واعرف حكاويكم، كلمة في حدوتة في حكاية عملوني مذيع. يلا نصور ولقيتني بذيع وهذيع وهذيع، وانا هبقى مذيع راح يبقى مذيع. طب ينفع كده؟ طيب وهذيع وهذيع، انا هبقى مذيع.